لو الحكاية فيها إن فيجو كان كده عادي يعني؟ أيوة يا عم هنا من الساعة 11 الظهر رحت العباسية مشوار وجيت ما فيش أي حاجة خالص. الساعة 5؟ لغاية الساعة 5 أنا هنا يعني. ولو في حاجة أصلا إحنا برضه بنقول لبعض، ولو في حاجة تبقى الناس باينة هنا وده يعني بيجي لا في أي صوت ولا ضرب نار ولا الهوا ولا الهوا ولا الهوا ولا الهوا ولا الهوا ولا العربيات ما تيجي ورا بعضيها ولا العربيات تجري ورا بعضيها. الحلقة أمام الصبح يعني. أه ما فيش حاجة. الكلام اللي إحنا بنقوله برضه بيتسجل. أه طب على فكرة برضو احنا هنا جنب بعض كشخص واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، حتى لو واحد غايب اول ما بيجي يا سعيد بقى فلان كان هنا وفلان كان هنا، انت كنت فين؟ اما في قلق والكلام ده مفيش حاجة حصل. مفيش غير الشرطة عشان نقف مع الميدان بعد الناحية التانية. مفيش شرطة كمان واقفة هنا اهي. تمام يعني في شركة مزيكا. تمام عند شركة مزيكا يعني اي قلق بيحصل. هم الموجودين هم الموجودين هم الموجودين كل يوم. لا مفيش حاجة. ما زادوش حتى. هو لو في حاجه حصلت على فكره كنت خش اي محل هنا كده عارف هيقول لك نفس الكلام. مين انا قلتها من ورا فيجو.